السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة المشهد لهذا اليوم. سنتابع فيها آخر التطورات تشهد الساحة الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة، حيث جرحى وحالات اختناق خلال مظاهرات قرب السياج الحدودي في غزة مع فلسطين المحتل. رئيس أركان الاحتلال يقول نستعد لاحتمال شن عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، وحركة حماس ترد شعبنا سيستمر في مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل والأدوات. إذن بعد 3 أشهر من توصل حماس والاحتلال الصهيوني إلى هدنة إثر أعنف تصعيد بينهما منذ سنوات، بدأ فصل جديد من التصعيد، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مظاهرات عند السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، أو بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة، فيما تحدثت تل أبيب عن إصابة شرطي بجروح خطيرة. وهنا معكم نستعرض أبرز التطورات في الأيام الماضية، حيث كانت حركة حماس قد دعت إلى مظاهرة يوم السبت في الذكرى السنوية 52 لحرق المسجد الأقصى في القدس. وقالت في بيان أن المسجد الأقصى هو خط أحمر، وأن أي اعتداء عليه سيواجه بمقاومة باسلة من شعبنا الذي لن يسمح للنار أن تمتد إليه مرة أخرى. وخلال المظاهرات قرب السياج العازل، فتح الجنود الاحتلال النار على حشود من المتظاهرين الشباب الذين أطلقوا عبوات حارقة وحاولوا تسلق السياج، وأصيب نحو 40 فلسطينيا بينهم طفل، بينما تحدثت سلطات الاحتلال عن إصابة أحد عناصرها الأمنيين بجروح بالغة. وبعيد هذه الأحداث، أعلن جيش الاحتلال في بيان أن مقاتلاته قصفت 4 مواقع لإنتاج الأسلحة كما تدعي وتخزينها تابعة لحركة حماس. ويوم الثلاثاء استشهد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس في شمال الضفة، كما قام جيش الاحتلال بتعزيز قواته على حدود قطاع غزة تحسبا لاندلاع مواجهات خلال مسيرات شعبية ينظمها فلسطينيون قرب السياج الحدودي. ويوم أمس الأربعاء أصيب 14 فلسطينيا بالرصاص وآخرون بالاختناق جراء قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة سلمية على الحدود الشرقية لخان يونس، في حين قال جيش الاحتلال إنه يستعد لعملية عسكرية في القطاع قريبا. حديث في هذه حول هذه التطورات وحول ماذا هي مآلات الوضع الآن في غزة وتداعياته على مجمل الشأن الفلسطيني، معنا عبر سكايب من غزة دكتور وائل المناعمة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور وائل أهلا بك، حياكم الله. إذن كيف نفهم دكتور سياقات الأحداث الآن في غزة بعد عملية سيف القدس؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد معركة سيف القدس استطاعت أن تفرض معادلة جديدة على الاحتلال الصهيوني. هذه المعادلة تقول أنه لم يعد بالإمكان الاستفراد بأي بقعة من بقع فلسطين أو مدنها بعيدا عن انتصار باقي المدن لها. قامت معركة سيف القدس من أجل الانتصار للمسجد الأقصى ولأحياء مدينة القدس التي تتعرض يوميا لانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني وكذلك مستوطنيه. فقامت هذه المعركة التي استطاعت أن تشل أركان دولة الاحتلال بشكل كامل. وبعد هذه المعركة وجراء تجرع الاحتلال لهزيمة نكراء لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذا الكيان الهش، بالتأكيد قام بتشديد الحصار على قطاع غزة من أجل فرض معادلة يحاول أن يقول فيها أننا نستطيع أن نخنق قطاع غزة وأن نضيق علي الناس والسكان المدنيين معيشتهم بقطع المساعدات عنهم وقطع المؤن وقطع الدواء والغذاء وكل مناحي الحياة. انتفضت بالتأكيد، كان يعتقد أنه بذلك يمكن أن يخضع شعبنا لابتزاز الاحتلال الصهيوني. هو لا يعلم تماما قدرة وإرادة وصلابة الشعب الفلسطيني وقدرته على يعني انتزاع حقوقه من هذا العدو المحتل، حيث خرجت الآلاف يوم السبت الماضي
في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، وبالأمس أيضا شرق مدينة خان يونس. خرج دكتور الآلاف من بعد إذنك، سأعود معك حتى نفهم ونفسر هذه الهبة وهذه الاستجابة لهذه الدعوة، ولكن قبل ذلك كانت حركة حماس قد دعت إلى مظاهرة يوم السبت في الذكرى 52 لحرق المسجد الأقصى. لماذا هذه الدعوة الآن بالذات بعيدا عن تزامنها مع ذكرى حرق المسجد الأقصى، ولكن يبدو أن هناك حيثيات أخرى مع هذه الدعوة، حصار غزة تزامنها أيضا مع سيف القدس، ثم جملة الاشتراطات اللي وضعتها حركة حماس وجناح العسكري عز الدين القسام لإيقاف إطلاق النار؟ خرجت هذه المظاهرات وخرج الآلاف من أبناء شعبنا السلميين ليقولوا كلمة واحدة، أن غزة وشعب غزة كله يد واحدة خلف المقاومة، أن غزة متماسكة وموحدة خلف مقاومتها وخلف الفصائل الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال واستطاعت أن تهز هذا الاحتلال عبر المعارك السابقة خاصة معركة سيف القدس. خرجت هذه الجماهير لتقول أن أننا لا يمكن أن نصمت أكثر من ذلك على هذا الحصار الظالم الذي طال كل مناحي الحياة، وأيضا يعني قتل بالحصار أكثر مما قتل الاحتلال بالرصاص جراء منع الأدوية، مرضى السرطان لا يصل إليهم الجرعات الكيماوية لتلقيها، هناك يعني الآلاف من المرضى الذين لا يستطيعون الخروج لتلقي العلاج سواء الحدود يعني سواء الحدود الشمالية أو الجنوبية حتى من قطاع غزة ممنوعون من مغادرة القطاع جراء هذا الحصار. يوميا هناك اعتداءات على السياج الفاصل بيننا وبين الاحتلال، هناك يوميا اعتداءات على الصيادين في بحر قطاع غزة ليمنعوهم من يعني الوصول إلى يعني أكل عيشهم، واصطياد الأسماك في بحر غزة وهو يعني مشروع في كل القوانين الدولية. خرجت هذه الجماهير لتقول أننا لا يمكن لنا أن نصمت مزيد من الوقت، أو لم يعد هناك مزيد من الصبر لدينا مقابل هذا العدوان وهذا الحصار الظالم، على استعداد أن نخرج كل شعبنا الفلسطيني برجاله ونسائه وأطفاله لينفجر في وجه الاحتلال الصهيوني. هذه رسالة أن المسؤول الأول عن هذا الحصار هو العدو الصهيوني، وأن الفصائل المجتمعة خرجت لتقول أن أي انفجار قادم سيكون في وجه العدو الصهيوني فقط، هو المسؤول الوحيد والأول عن هذه المعاناة التي يعانيها أهلنا في قطاع غزة. لذلك عندما خرجنا يوم السبت الماضي إلى هذا السياج الزائل، وجدنا أمامنا الذين أصيبوا في مسيرات العودة، الذين يسيرون من الشباب الذين يسيرون يعني بأدوات مساعدة، وأصابهم الاحتلال بالرصاص في عام 2008 في مسيرات العودة، هم الذين تقدموا الصفوف وكانوا أول الناس مشاركة في هذه المسيرات وتقدموا للسياج. أؤكد لك يا أخي الكريم أن هذا السياج الذي صنعته دولة الاحتلال لحمايتها وأنفقت عليه هذا السياج الفاصل يعني بأقوى التحصينات من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، ودفعت مليارات الشواكل من أجل إتمام صناعة هذا السياج معتقدا أنه سيحميها، سقط بمجرد أول هبة يعني انتصر فيها أهلنا ورفضوا هذا الحصار. أمام هذا المشهد البطولي الملحمي، عندما وصل يعني المتظاهرون إلى هذا السياج واستطاع يعني مقاوم ان بمسدس لا يتجاوز ثمنه 500 شيكل ان يقوم باسقاط هذه المنظومه الامنيه الفاشله. دكتور، يعني مهم جدا وانت تستعرض هذه الصوره البطوليه الملحميه ان نفهم كيف حولت المقاومه الفلسطينيه، حولت هذا اليأس، هذا الغضب اليأس الى غضب مقاوم. لم يعد هذا الغضب يائس يعود على الداخل الفلسطيني، بالعكس أصبح هذا الغضب أو هذا الغضب حالة مقاومة. كيف استطاعت المقاومة، كيف استطاعت أيضا النخبة الفلسطينية، كيف استطاع العقل السياسي المقاوم الفلسطيني أن يحول هذا الغضب إلى مقاومة؟
شوف أخي الكريم، يعني شعبنا الفلسطيني هو شعب واعي، شعب مدرك تماما حقيقة القضية الفلسطينية. هو يعني يعايش يوميا معاناة الاحتلال الصهيوني اللي هو مسؤول بالدرجة الأولى عن هذه المعاناة التي يوميا، يعني لم يعد هناك بيت. عندنا أكثر من 1 مليون أسير فلسطيني اعتقل على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني، هناك الآلاف الذين خرجوا بإعاقات دائمة من هذا الاحتلال الصهيوني، هناك حرمان في كل مناحي الحياة وأبسط يعني مقومات الحياة اليومية جراء هذا الاحتلال. فشعبنا واعي جدا عندما قام بانتفاضته الأولى من أجل طرد هذا الاحتلال الصهيوني، كان يدرك أن هذا الاحتلال هو سبب كل معاناة يعانيها أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي كل مكان، واستطاع في عام 2005 أن يكنس هذا الاحتلال من قطاع غزة جراء المقاومة، وبالمقاومة فقط استطاع أن يطرد الاحتلال الذي كان يستولي على أكثر من ثلث قطاع غزة، بأكثر يعني بمستوطنات انتشرت على أفضل الأراضي في قطاع غزة قام باغتصابها الصهاينة. خرجوا وفروا في عام 2005 على يد شارون فقط جراء المقاومة، هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال. واليوم شعبنا الفلسطيني استطاع في مسيرات العودة في عام 2008 أن ينتزع بعضا من حقوقه من هذا الاحتلال الصهيوني. شعبنا أكثر وعينا اليوم، وفصائلنا أيضا استطاعت حركة خلال 15 عاما عندما جاءت بالحكم في انتخابات 2006 أن توحد الشعب الفلسطيني وراء المقاومة، وصنعت غرفة المقاومة المشتركة التي وحدت فيها كل الفصائل الفلسطينية، وهناك شفافية عالية بين المقاومة وبين شعبنا الفلسطيني، وشعبنا واعي تماما لكل هذه الأحداث. فالمقاومة يعني تستشير شعبنا في كل الخطوات، وهذا الأساس توحد والتفاف شعبنا الفلسطيني وراء فصائل المقاومة. لذلك شعبنا مدرك تماما أن المسؤول الأول عن هذا الحصار وهذه المعاناة هو الاحتلال. شعبنا لم يعد لديه مزيد من الصبر في استمرار هذا الحصار، وعلى استعداد أن يخرج لينفجر في وجه الاحتلال الصهيوني المسؤول الأول عن هذه المعاناة. مهم جدا هذه الإشارات دكتور وائل، لأن فيها يعني تعميق لرؤية الفلسطيني وتعاطيه مع هذا الواقع، ولكن في إطار آخر كما ذكرنا أنه تحول من غضب يائس إلى غضب مقاوم. تبقى مع سعودي إلى ردة فعل الكيان الصهيوني حول هذه الهبة الفلسطينية. تبقى معنا دكتور، ونذهب إلى التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. عفوا، القيادي في حركة حماس أدهب أبو سلمية يقول المطلوب رفع كامل للحصار عن غزة وإنهاء معاناة إنسانية ممتدة منذ 15 عاما، إدخال الاحتلال تسهيلات جديدة على مرور البضائع للقطاع، وفتح معبر رفح في اتجاه واحد يؤكد أن مطالب غزة وأهلها إنسانية عادلة، وأن ضغطها على الاحتلال بكل الأدوات هو الخيار الوحيد لانتزاع حقوقها المشروعة. جهاد حلس في نفس الإطار، حال غزة اليوم كحال يونس في بطن الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض، اللهم عظيم لطفك وعاجل فرجك. ياسر الزعترة الكاتب والمحلل السياسي، قادة الاحتلال بمؤسساته السياسية والأمنية والعسكرية خائفون على محمود عباس بسبب الغضب الشعبي المتصاعد ضد سلطته وسياساته. المعضلة أنه خوف لا يدفعهم لمنحه شيئا يذكر باستثناء أموال الضرائب، مع تشجيع بعض الدعم الخارجي، وكل ذلك في سياق تمكين أجهزته الأمنية من الاستمرار في حماية أمنهم. كذلك سعيد بشارات يقول وزير التعاون الإقليمي عيسى وفريج ميريتس اللي أو في تصريح لإذاعة يقول نحن بحاجة إلى التحدث إلى حماس مباشرة وليس من تحت الطاولة. هل يعني ذلك بأن حماس تتحدث تحت الطاولة؟ سؤال يطرح. نحن بحاجة إلى فهم كيفية تحرير الضغط الحالي في غزة. نحن نثق بالجيش الإسرائيلي الذي تتمثل مهمته في الدفاع والعمل على الأرض كما يراه مناسبا. صالح النعامي الكاتب صالح النعامي، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وزير القضاء الصهيوني السابق حاييم رامون، شكرا مصر التي أغلقت معبر رفح ردا على أحداث الجمعة التي أصيب فيها الجندي برئيل شمؤيلي، في وقت يواصل بينت مد غزة بمواد البناء. يبدو لي أن السيسي يهمه أمن جنود جيشنا ومستوطني غلاف غزة أكثر من بينت، تصفية حسابات سياسية داخل البيت الإسرائيلي. نعود إلى الدكتور
وائل المناعمه الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر سكايب من غزه. دكتور وائل، ردة فعل جيش الاحتلال عنيفة متوترة، ويبدو أن هذه الهبة فاجأته إلى حد ما، وأيضا تهاوي وثغرات الحاصلة في السياج زاد أصابت القيادة العسكرية والأمنية، ونقاش كبير الآن في صفوف الاحتلال حول يعني مدى تأمين الجيوش وأيضا مدى فاعلية هذا السياج. في تقديرك، هل هذا اختبار جديد لجيش الاحتلال وقدرته على الصمود أمام المقاومة، خاصة عندما نتحدث ليس عن مقاومة الفصائل ولكن عن المقاومة الشعبية؟ بالتأكيد أخي الكريم، يمكن هذا الاحتلال الصهيوني شعبنا الفلسطيني يعرف جيدا. أؤكد لك أن قيادة دولة الاحتلال واليوم بقيادة بنت هي قيادة مخادعة للصهاينة، تحاول يعني أن تبيعهم الوهم في بعد كل عدوان على قطاع غزة. يقولوا إنه والله استطعنا أن نردع قطاع غزة، استطعنا أن نمنع يعني إطلاق المقذوفات والصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات وتجاه المناطق الحيوية في دولة الاحتلال. بالتأكيد هي مزايدات فقط مجرد أيام، وتنكشف يعني هذه الخديعة إنه ما تبيعه حكومة الاحتلال إلى شعبها هي وهم. وأؤكد لك أنه اليوم كثير من الكتاب الصهاينة باتوا مدركين ذلك، أنه لا يمكن لكم أن تجدوا حلا مع قطاع غزة إلا بإعطائه حقوقه، حقوقه المشروعة التي كفلتها كل القوانين الدولية. شعبنا الفلسطيني اليوم هو يطالب بكنس الاحتلال، بإنهاء الاحتلال، اللي هو مسؤولية مباشرة عن كل معاناة يعانيها أبناء شعبنا. هناك إغلاق للمعابر، هناك أؤكد لك منع للطعام والدواء والاستيراد، هناك شلل كامل أصاب آلاف المصانع الاقتصادية التي كانت تشغل يعني عشرات آلاف العمال، وهناك بطالة غير مسبوقة في قطاع غزة. كل هذا كان فقط بفعل الاحتلال، فشعبنا مدرك ذلك وهو على استعداد أن يقدم. شعبنا قدم أكثر من 100,000 شهيد في طريق التحرير، وقدم يعني مئات آلاف الجرحى، وعلى استعداد أن يقدم المزيد من أجل انتزاع حقه وحريته. هو شعبنا الفلسطيني يتوق للحرية ويتوق للحياة كبقية شعوب العالم. هو فقط يريد حياة كريمة، يريد دولة مستقلة ذات سيادة على أرضه، التي يعني كل القوانين قالت أنه لكم دولة فلسطينية في فلسطين. هذا الاحتلال، أؤكد لك، لا يفهم إلا لغة واحدة، هي لغة المقاومة ولغة القوة. لذلك عندما استطاعت المقاومة أن تؤذي الاحتلال وتصيب في مقتل وتشل أركانه، خضع مرغما وتنازل عن بعض الحقوق. لكن هذا لا يكفي، أؤكد لك، يحاول أن يراوغ في كل مرة، يحاول أن يعني يضغط على شعبنا الفلسطيني من خلال استمرار هذا الحصار أو تنفيذ جزئي. أؤكد لك أنه هذا كله لم يعد ينطلي على أبناء شعبنا الفلسطيني. نحن نريد حقوق كاملة، أولها إنهاء الاحتلال، أولها إنهاء الاحتلال والذهاب إلى انتخابات حرة يختار شعبنا قيادة طيب. تمثل. عشان هيك مجرد أن ذهب إلى انتخابات الوحيدة في 2006 انتخب المقاومة وانتخب حركة حماس لتمثل. دكتور وائل، دعني أختم معك بهذه النقطة، وأنا كنت يعني سأشير لها ولكن يبدو أنك يعني أشرت لها بشكل غير مباشر. السلطة الوطنية الفلسطينية، أين محمود عباس وأين هذه السلطة مما يقع؟ وكيف ينظر الغزاوي وأنت من داخل غزة، كيف ينظر الشارع الغزاوي بعد سيف القدس؟ لأن عموما حتى في فلسطين المحتلة، حتى في القدس، حتى في حي الشيخ جراح، كانت الناس تقول من شان الله يا غزة يلا، يعني لم تطلب محمود عباس. والآن كيف ينظر الشارع الغزاوي إلى محمود عباس وإلى السلطة الوطنية الفلسطينية؟ أخي الكريم، يمكن هذه السلطة اليوم لم تعد مقبولة لدى أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان. يعني هناك 14 مليون فلسطيني، 7 مليون داخل فلسطين المحتلة و7 مليون خارج فلسطين. أؤكد لك الغالبية العظمى من الفلسطينيين في الداخل والخارج هي ترفض أداء السلطة وترفض شخوص السلطة وعلى رأسها محمود عباس. لذلك عندما يعني نادى بانتخابات، كل فصائلنا وشعبنا الفلسطيني راح سجل
في الانتخابات رغبة في تغيير هذا الواقع الأليم. يعني السلطة لم تعد تمثل الفلسطينيين مع الأسف، السلطة اليوم هي تقوم بدور أمني يتناسق ويتساوق مع الاحتلال في بعض مدن الضفة الغربية. شعبنا في الضفة الغربية هو يدرك تماما أن هذه السلطة هشة هزيلة، تقوم بدور أمني فقط من أجل الحصول على بعض الأموال لرموزها وقياداتها وبعض الامتيازات الشخصية. فبالتالي هو نفض إيده من هذه السلطة وعلى استعداد أن ينهي هذه السلطة ويختار من يمثله. لذلك عندما تم يعني الدعوة للانتخابات أكثر من 95% من أبناء شعبنا قاموا بالتسجيل للانتخابات، وعندما أدرك محمود عباس أن هذه الانتخابات ستطيح به راح لغاها بمجرد قلم مع الأسف. فبالتالي هذه السلطة على أدائها الحالي هي سلطة مرفوضة غير مقبولة، تقوم بدور أمني يخدم الاحتلال، تنسق مع دولة الاحتلال ومع جيش الاحتلال، لا تحمي أبناء شعبنا. كل يوم قوات الاحتلال تدخل مدن الضفة الغربية من أجل اعتقال النشطاء والمقاومين، تقوم بإطلاق النار واغتيال فتياتنا وشبابنا دون أن تحرك ساكنا. مع الأسف لا تقوم بأي دور، فقط إذا والله مستوطن ضل الطريق ودخل أي مدينة فلسطينية تقوم بتأمينه وإعطائه لليهود معززا مكرما. لذلك سقطت جماهيريا وسقطت شعبيا، وهذا هو حال قطاع غزة أيضا، ينظر إلى السلطة كأنها أصبحت أداة من أدوات الاحتلال مع الأسف، وهذا شيء محزن حقيقة، يجب التغيير من خلال الانتخابات. خلينا نروح لانتخابات حرة ونزيهة ويختار شعبنا، وشعبنا واعي اليوم يستطيع أن يختار من يمثله. على كل سبق ذلك برسم الأيام القادمة أيضا برسم إيقاع المقاومة الفلسطينية. أشكرك دكتور وائل المنعمة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من غزة، شكرا لك دكتور. نذهب مشاهدينا الكرام إلى فصل قصير ثم نعود لاستكمال رسم المشهد. إذن اشتباكات على في حدود قطاع غزة مع فلسطين المحتلة، جرحى وحالات اختناق، ونتحدث عن اشتباكات بين المتظاهرين وقوات جيش الاحتلال. ورئيس أركان جيش الاحتلال يقول بأنهم يستعدون لاحتمال شن عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، وحماس ترد، شعبنا سيستمر في مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل والأدوات. السياقات تحدثنا عنها، ولكن المآلات كيف ستكون مآلات هذه الأحداث وتداعياتها على الداخل الفلسطيني وأيضا على مجمل المنطقة؟ سيرافقنا في النقاش كل ذلك دكتور مأمون أبو عامر، الباحث الفلسطيني المختص في الشأن الإسرائيلي قضايا دولية. أهلا بك دكتور مأمون، وأستسمح قبل ذلك نتابع بعض هذا التقرير ثم نعود لمواصلة النقاش. يبدو أن تهديد فصائل المقاومة الفلسطينية بالتصعيد التدريجي تجاه الاحتلال الإسرائيلي في غزة قد بدأ فعلا، وذلك من خلال المظاهرات الأخيرة على السياج الحدودي في قطاع غزة وإطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع. وكما العادة قابل الاحتلال الإسرائيلي التظاهرات بالرصاص الحي، كما قامت طائراته الحربية ليلا بقصف مناطق متفرقة من القطاع. شهيد فلسطيني وعشرات من الجرحى وفق مصادر طبية كانت حصيلة مواجهات الأيام الماضية قرب الجدار الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة. فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان لها حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانه على القدس والأقصى واستمرار حصاره لقطاع غزة وسياسة الابتزاز والمماطلة التي يمارسها في تعطيل الإعمار، مؤكدة أن هذه السياسة لن تفلح في محاولات عزل غزة عن القضايا الوطنية الكبرى. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية كشفت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية نحو القطاع، على سيما بعد إصابة أحد قناصيه برصاص أحد الشبان الفلسطينيين خلال التظاهرات، إلا أن حماس وعلى لسان القيادي فيها محمود الزهار استبعدت أن تدخل إسرائيل حربا مع غزة قائلا إننا على قناعة بأنها لن تغامر بإدخال المنطقة في حرب جديدة.
موجة التصعيد الأخيرة عقبها إغلاق مصري مفاجئ لمعبر رفح رآه مراقبون امتعاضا مصريا تجاه هذا التصعيد من الجانب الفلسطيني. بجانبها كشفت حركة حماس عن اتصالات أجرتها مع الجانب المصري للوقوف على حيثيات التطورات الأخيرة. مصر عاودت فتح المعبر لثلاثة أيام وباتجاه واحد للعبور العالقين باتجاه الأراضي الفلسطينية. إذن رسائل متبادلة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي مفادها أن استمرار الحصار وتعطيل الإعمار كفيل بإنهاء حالة الهدوء وعودة المواجهة الغير مرغوبة للطرفين. وتبقى رسالة واحدة مضمونة الوصول هي رسالة المقاومة الفلسطينية. دكتور مأمون أهلا بك من جديد. حياكم الله. أهلا وسهلا. أولا داخل الرأي العام الإسرائيلي والنخبة السياسية في دولة الاحتلال هناك إجماع بأن هذا الاختبار وهو أول اختبار حقيقي لحكومة بنت فشلت في هذه الحكومة وأظهرت بأنها غير قادرة متعاطي مع مثل هكذا حالات وخاصة لما تكون مفاجئة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هناك تيارين في هذا الموضوع. هنا تيار النخب الفكرية وبعض الكتاب، وهنا كتاب من قسم وقسمين يعني في هذا المجال. القسم الذي يعني يتبنى خط معادي للحكومة الجديدة يتهمها بالفشل، وهناك خط مهني يرى أن الفشل يكمن في عملية أنه لا يوجد حل بالنسبة لمسألة غزة من أصل، يعني السياسة الموجودة في اتجاه غزة هي فاشلة من أصلها، وبالتالي لا توجد حل سحري لمسألة غزة، ومن هنا لا يمكن أن يلام بنت بتحمل هذه المسؤولية الموجودة حاليا. ومن هنا يعني نجد أن هناك يعني اضطراب حتى في داخل مؤسسات الأمن والمؤسسات الاستخباراتية ومجلس الأمن القومي، اضطراب في التقديرات. يعني حتى حديث بعض الأخبار أن الاستخبارات والمجلس الأمن القومي والشباك والجيش عندهم، الجيش طبعا إدارة الجهاز الاستخبارات العسكري أمان ومعهد التخطيط والاستعلامات تنظر للأمر بحالة من حالة ارتباك. صحيح. غزة مربكة. لماذا غزة مربكة؟ أن غزة السؤال، في هناك سؤالين أساسيين بالنسبة لغزة. السؤال الأول، ماذا نريد من غزة؟ هم السؤال الأساسي يريد على البعد الاستراتيجي الهدوء من غزة. في بعد تكتيكي وهو قضية مسألة الجنود الأسرى في قطاع غزة، يريد استعادة هؤلاء الجنود. في الماضي كانت الاستراتيجية قائمة على عملية المحافظة على حالة الضغط المستمر على قطاع غزة، يعني الرأس فوق الماء والجسم تحت الماء. هذه الاستراتيجية كانت تبعها نتنياهو، لكن كان يضطر أحيانا تخفيفها بحسب الضغوطات الموجودة وبحسب تطورات الموقف. لكن الآن هذه السياسة التي استمرت فترة طويلة أنتجت واقعا متفجرا في غزة. ويعني من يشاهد يعني التعليقات، من يشاهد مواقع التواصل الاجتماعي، من يشاهد التحليلات وحديث الجمهور، يشعر أن الجمهور في قطاع غزة وصل إلى مرحلة الانفجار. وما شاهدنا من يعني أحداث يوم الجمعة الماضية على الحدود كان واضح تماما أن الجمهور يعني فقد الناس يعني ما يسمى بالخوف، وهناك استعداد بعيد المدى للمغامرة حتى الوصول حتى إحداث الألم لجد الطرف الآخر. وما شاهدنا يعني في من هذه الفيديوهات وما شاهدنا من تصرفات الشباب كان واضح تماما أن الجمهور الفلسطيني حول طاقة الخوف إلى طاقة فعل. وهذه ما أنتجه يعني الحالة أنتجت رؤية إسرائيلية أنه لا يمكن استمرار بهذا الضغط في قطاع غزة. وهنا طبعا تكمن أن كيف يمكن لقطاع غزة أن تحول هذه الطاقة، طاقة الغضب الموجودة في داخل الجمهور الفلسطيني رسالة إلى الطرف الآخر بأنه لم يعد بالإمكان العودة إلى ما كان. إسرائيل كانت في الماضي بعد معركة سيف القدس تقول لن نعود إلى ما عدنا عليه قبل سيف القدس، وهو قضية أن هناك نسبة معينة من الضغوطات. هذه النسبة المعينة من الضغوطات هي التي أنتجت هذا الواقع أن لم يعد حتى الجمهور الفلسطيني يقبل بما كان قبل سيف القدس، لأنه هذه المرحلة أنتجت حالة متفجرة أيضا.
وهي كانت جزء كبير منها ساعدت في تفجير مسألة المعركة سيف القدس، ما كان وضع قطاع غزة الصعب يعني وضع معقد، وبالتالي لا يوجد شيء يخاف الناس أو عليه أو يبكون عليه. ومن هنا طبعا إسرائيل هنا كان يعني بالأمس كان حديث يعني ملفت لوزير الدفاع، وهو حديث يعني ممكن حديث بلغة أخرى، هو يعني تكلم يعني لمن لم ينظر إلى منطق التفكير ومنطق اللغة التي يتحدث بها وزير الدفاع كان يخاطب سكان قطاع غزة، أن يعني كان واضح أنه يشير إلى أنه إمكانية يعني وقف الحصار. أنا لا أقول أن وقف المطلق للحصار، لكن أعتقد أن وصل هي مؤسسة الأمن الإسرائيلية إلى أن استحالة استمرار الأوضاع في قطاع غزة إلى ما هي عليه الآن. طيب هل هذه غرف التفكير وهذه المراكز وهذه الدوائر والمؤسسات والجيش والمخابرات طرحت بعض السيناريوهات كيف تتعاطى مع هذا الواقع في غزة، أم هي تدير الشأن اليومي وكأنها هي خارج عن طاقة إدارتها؟ سؤال جميل. المشكلة في إسرائيل في مشكلة يعني فنية ومشكلة سياسية. تمام. المشكلة الفنية أن المؤسسة الأمن تدرك تقديرات هيئة الاستخبارات العسكرية أنه لا حاجة للحرب مع غزة ولا حاجة لتجريب المجرب، لأن القرار السياسي السقف السياسي الذي تبنى عليه الاستراتيجية أن لا نريد أن نعود لغزة، فالجيش وضع خططه الاستراتيجية للتعامل مع هذه الحالة أن لا نريد أن نعود لغزة، نريد أن نستمر المعركة. طيب إذا ما نريد أن نستمر في ضرب غزة بعد ذلك ماذا؟ هل نريد أن نسقط حركة حماس ويسقط النظام وتعود غزة وتنتقل غزة إلى حالة فوضى، أم نحافظ على حالة من الاستقرار؟ وهذا مسألة أمنية فنية. قادة المؤسسة الأمنية يرون أن ضرورة المحافظة على وضع الاستقرار في قطاع غزة، وبالتالي لابد من أن نبحث عن خيارات بديلة من هذا الوضع الموجود. المشكلة أن التنافس السياسي والصراع السياسي في إسرائيل وحالة عدم الاستقرار السياسي تجعل ورقة غزة ورقة ابتزاز سياسي. ولكن بعد إذنك سأعود معك، ولكن تفاعلا ما ذهبت إليه دكتور، يعني لمدة 15 سنة ستبقى غزة ورقة ابتزاز سياسي ولم يجد على الأقل حتى بوادر حل، يعني في أي أزمة، وأنا أيضا سأعود هذه النقطة، في أي أزمة تقدم حلول يتم امتصاصها ثم بعد ذلك لا يحصل شيء. هذه النقطة كما قلت يعني أنه كانت في استراتيجية. تمام. استراتيجية البقاء فوق رأس فوق الماء والجسد. هذه الاستراتيجية الآن حصادها أن الجيش صار أصبح لديهم بعد تجربة أربع حروب أربع معارك أنه انتهت هذه المرحلة، لم تعد هذه المرحلة مجدية، ولذلك أنا في عبء الآن على غزة عليها أن تستمر، هنا في عبء على غزة أن تستمر برسالة واضحة لا لبس فيها أنا لن نعود إلى ما كنا عليه، لأن الطرف الإسرائيلي الأمن الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية أصبحت تدرك أن الوضع في قطاع غزة، ولذلك ضبط الوضع في قطاع غزة بالعودة إلى إذا ما يعني عدنا إلى ما قبل سيف القدس هذا خطير جدا، سيفجر الموقف، ولذلك لابد على الجميع أن يفهم لابد من إيجاد حلول تتجاوز ما قبل سيف القدس من أجل إيجاد حالة استقرار. إذا أردتم الاستقرار يجب أن تتجاوزوا فكرة الرأس فوق الماء. طيب وانت يبدو يعني هناك اطلاع واسع على خاصة بعض المسائل الأمنية والعسكرية، قراءتك لي يعني حسب بعض التصريحات والتعليقات يعني أنه السياج الحدودي هذه دائما عندما يختبر يظهر بأنه سياج كبيت العنكبوت، يعني إمكانياته مهما ضخمت وقيل بأنه إلكتروني وقدرة المقاومة ولا بالأشعة تحت الحمراء إلى آخره، ولكنه دائما مع الاختبار الحقيقي الاختبار الميداني يفشل. هو لو يعني في النظرية لا يوجد شيء اسمه أمن مطلق. صحيح. الأمن هو عملية نسبية، ولا يمكن أن تكتشف الثغرات الأمنية إلا بالتجربة. صحيح. يعني حتى النظام السيستم في أي نظام برمجة محوسب نظام أمني طائرة تصنع أو آلي مدفع أو طائرة أو صاروخ لا يمكن اكتشاف الخلل إلا بعد التجربة. والتجربة حتى يعني اللقاح الكوفيد يعني الخلل يظهر فيها، لذلك هذا أمر طبيعي، يعني أنه فكرة أنه في أمن مطلق لا يوجد أمن مطلق ما دام في هناك طرف، ما دام هناك وهذا نقطة مهمة جدا، ما دام هناك الطرف عنده حالة تحفز للاختراق سيجد منطقة يخترق.
الحل لا يكمن بالجدار، الحل يكمن بمنع بالتهدئة في الطرف الآخر. لا يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار في طرف والطرف الآخر يعيش حالة صراعية وحالة انفجار. وبالتالي الجدر وحدها تؤمن في الوضع الطبيعي، لكن إذا يكون هناك عملية محاولة اختراق سيجد المخترق ثغرات. هذه نقطة مهمة جدا، يعني أي سيستم في أي جهاز مبرمج سيبقى سليما، لكن إذا جاء طرف يبحث عن مجال الاختراق بالبرمجة على كل وهذا كما قلت بأن يبقى هناك العامل المحفز التي هي نعم العامل المحفز الاستقرار. نعم طيب، نحن تحدثنا عن المآلات في الجانب الإسرائيلي على المنطقة، هناك حركية مصرية يبدو يعني هناك انزعاج ممكن من حركة حماس بأنها لم تضبط الوضع. أيضا حركة حماس أرادت أن توضح الصورة للجانب المصري بأن الوضع غير قادر أن يستمر على هذه الحالة. يبدو أن هناك سوء فهم مصري لما يحدث في غزة، أن المصريين يعني ينظروا إلى الوضع في غزة نظرة غير ما ينظروا يعني الفلسطينيين للمشكلة بأنفسهم. صح. لذلك هم بتصرفوا بمنطق مصري وليس بمنطق فلسطيني. والمنطق المصري هو يعني أحيانا بيذهب إلى منطق الترقيعي والمعالجة الآنية، وهذا لا يمكن أن يستمر لأن المعالجة الآنية استمرت 15 عاما ولم تجدي نفعا. وهذه السياسة كانت متبعة أن مصر تتدخل تهدئ الآن، ذهبوا سوف نحل الأمر مستقبلا. هذا ليس حلا، يعني الناس تبحث عن الاستقرار، الناس تبحث عن الحياة، والبحث عن الحياة أحيانا يريد تضحية من أجل الحياة. فهذه النقطة يبدو أن الرسالة وصلت إلى الجانب المصري، أن المشكلة ليست أننا نريد أن نهدئ الوضع حتى نعود إلى ما كنا نغزو نذهب ثم نرجع، لا، هذا الأمر يجب أن ينتهي. على المصريين أن يفهموا الرسالة واضحة أن الوضع في غزة لا يحتمل يعني المسكنات هذا الأمر، أو أن يعني نذهب لعملية فكرة الحالة الطوارئ الإمرجنسي، يعني في حالة أنه واحد إسعاف إمرجنسي ثم نترك الأمر. لا، المشكلة عند المصريين كوسيط أنه لم يجدوا حلا، ولذلك غزة لا تستطيع أن تستمر بالسياسة المصرية القائمة، ومصر لا تريد أن تضغط على الجانب الإسرائيلي، أو أحيانا لا تستطيع بسبب طبعا ظروفها الداخلية أو العلاقات بحكم واقعها، يعني لا تستطيع. إذا هي لا تستطيع فلتترك الفلسطينيين هم يعني يقوموا بأنفسهم للضغط على إسرائيل، والفلسطينيين يدركوا تماما أن إسرائيل لا يمكن أن تعيش يعني 7 على 24 ضرب 365 يوم في حالة توتر، لأن هذا يتنافى مع حالة الاستقرار وحالة الاستيطار، وبالتالي سيبحث عن الاستقرار. طيب، أنا سأعود معك إلى حالة الاستقرار، وهذه الإشارة مهمة جدا أنه غير قادر إسرائيل تبقى 365 يوم وهي في حالة توتر. ولكن قبل ذلك وتتحدث عن الرسائل، والرسائل كانت محرجة للجميع، محرجة للجانب الإسرائيلي، محرجة لمصر، محرجة للسلطة الوطنية والسلطة الفلسطينية. دائما تجد نفسها السلطة الفلسطينية خارج دائرة المشهد عموما، وفقط يعني حتى في الأحداث الأخيرة يعني الجميع يسأل أين السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية للأسف الشديد يعني حكمت على نفسها بالغياب عن المشهد، وللأسف الشديد أن يعني نحن نعيش في مرحلة يعني مرحلة انحصار للسلطة الفلسطينية. انحصار أو حصار؟ لا، انحصار. انحصار يعني هذا الناتج عن الشعور بالمهددات، المهددات التفكك والانهيار، وهذا ناتج من يعني من قرأ بيان حركة فتح المركزية الفاتحة الذي في رام الله الأخير، واضح تماما أن تعيش في حالة أزمة داخلية، أزمة الشعور بالتقويض والانهيار. للأسف الشديد يعني حركة فتح حركة تاريخ مجيد، حركة وطنية، يعني كان المفروض أن تكون أب للنضال الفلسطيني وليس ابنا للنضال الفلسطيني ينتهي به هذا المشهد. حقيقة هذا المشهد يعني من يقرأ مثلا أن الحوار سيكون ما بعد فصائل المنظمة الفلسطينية، وأين من هم خارج المنظمة الفلسطينية؟ المنظمة الفلسطينية وجدت في عام 1964 لضم المجموع الفلسطيني، وفي عام 1969 دخلت كل الفصائل الفلسطينية بقيادة أبو عمار، كل الفصائل دخلت. الآن المنظمة عاجزة عن استيعاب من هم خارجها، إذن هذا يدل على أنها تنحصر في الداخل. ثانياً تشكيل حكومة فلسطينية، تشكيل حكومة فوض الرئيس وترك باقي يعني حتى فتح نفسها
عزلت نفسها وتركت مركز شخصها في شخص واحد هو الرئيس. وأين فتح وأين الفصائل وأين الفصائل المنظمة المصرية حتى وأين فصائل خارج المنظمة المصرية؟ السلطة تتقلص ذاتيا بحيث لا تشعر بمرحلة تؤدي إلى يعني يسموها في الرياضيات تؤول إلى الصفر. النهاية تؤول إلى الصفر، هي تؤول في هذا الحال إلى حالة التفكك والضياع. وهذا برنامج موجود لدى الإسرائيليين أن السلطة يعني هي مرحلة ستتفكك ستنهار لإنهاء بهدف أنه لن يكون مشروع سياسي فلسطينيا. هي بشكل عام حتى مع اعتراضنا على مشروع السياسي هي مشروع سياسي لدولة فلسطينية، لكن هذا المشروع انتهى إلى مشروع شخصي لأشخاص. يعني اسمح لي، ولكن يعتبر غباء هذا لدى العقول داخل دولة الاحتلال أن يعتبروا أنه حتى ياسر عرفات وما بعد ياسر عرفات يمكن أن يكون مشروعا فلسطينيا سياسيا جامعا. يعني هو يعني أنا التعويل على الفلسطيني هو تعويل على الأجهزة الأمنية، ممكن التعويل على حرس البوابة، ولكن يمكن أن نعول عليه كمشروع سياسي. هو كان مشروع يعني مرحلي أسلوب قد يصل الفلسطينيين لحالة تجنب التصادم في مرحلة معينة. يعني قبلت حماس في وثيقة أعمال 2017 إمكانية إقامة دولة فلسطينية في دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية، كان تجنب للتصادم كخط وسط. لكن هل هذا المشروع من 93 إلى عام 2021 قرب حوالي أصبحنا حوالي 30 عاما 28 عاما إلى أين وصل؟ أصبح جزر. طيب أنت هنا سلطوية، جزر سلطوية تتقلص في سلطة الرئيس ومن هم مستفيدين من حالة من هذا الوضع. طيب أنت هنا أشرت إلى مسألة مهمة جدا وهي جملة مآلات أي حدث فلسطيني، خاصة عندما يكون ميداني وعندما يكون مقاومة شعبية. كنت معنا والعديد من السياسيين الفلسطينيين والنشطاء والباحثين وأيضا الفاعلين في الشأن الفلسطيني السياسي، وكان تقريبا هناك إجماع معلن وأحيانا بالتلميح وليس بالتصريح بأن انتهت منظمة التحرير، انتهت هذه السلطة، انتهت مكوناتها. يا أخي إكرام الميت دفنه، لماذا هذه المحافظة على هذا الكيان؟ ولماذا لعدم الذهاب إلى يعني مشاريع جديدة، إلى جوامع جديدة، هي عفوا إلى مجاميع جديدة هي تكون فعلا الرافعة للمقاومة فعلا ميداني وفعلا سياسي؟ وهناك يعني الأمر تحول من حاجة وطنية إلى حاجة شخصية، مثل طبيعة الأنظمة الشمولية أن النظام يتكرس في الحزب الحاكم أو في مجموعة من الحزب الحاكم، وليس الحزب يعني لو قلنا حزب لا مجموعة تتسقط الحزب أو في الآخر مركزية الشخص معين ومن هم مستفيدين من النظام الموجود. وبالتالي هذه الصورة الآن السلطة كتعبير وتجسيد عن مشروع سياسي انتهى، وبالتالي هي يعني تعبر عن مصالح فئوية معينة. وفي مخاوف في نقطة مهمة جدا نمر فيها وهي مرحلة نقطتين. نقطة النزع القبلية الموجودة أنه كثير من أبناء فتح لا زالوا يشعروا بالحنين أن هذه فتح ممكن أن نستنهضها. في نقطة أخرى في حالة أن السلطة الفلسطينية يعني توظيف مشروع توظيف مالي اقتصادي، وهناك تخوف لو انهارت السلطة الفلسطينية هذه المجاميع، يعني ليست جمعية خيرية تم تحليل يعني فكها وتقويضها عمليا السلطة الفلسطينية جمعية خيرية تأخذ أموال من المانحين وتوزعها على في هناك آلاف عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية مرتبطة بهذا الوضع، وبالتالي عملية التفكيك ليست عملية سهلة وكما يقول ننهي الأمر ثم نذهب. لذلك هذه عملية بتحتاج إلى مرحلة لاحقة لا يمكن أن تقفز. وأنت تتحدث عن التجربة، نحن لم نجرب أن تم حل السلطة وسنرى ماذا سيقع. وهنا من يمنع هذا الأمر الخوف من المجهول. طيب أنا أريد أن أختم معك بنقطة أيضا مهمة جدا وهي المقاومة، رسائل السلطة، رسائل لدولة الاحتلال، رسائل لدول الجوار وخاصة الوسيط المصري، رسائل المقاومة. المقاومة هذه المرة هي التي أرسلت رسائل بشكل غير مباشر، وكانت رسائل مضمونة الوصول بأن قادر أن تحرك الشارع الغزاوي، قادر أن تتحرك داخل فلسطين المحتلة. أصبحت الآن هي لا تبحث عن الحاضنة، أصبحت هي المظلة الآن، والحاضنة موجودة كل الشعب الفلسطيني، كل الشعب داخل وفي المهجر. الآن المقاومة كيف تتعاطى مع هذا الوضع، خاصة لما نعلم بأن مباشرة دائما بعد أي مواجهة مع دولة الاحتلال تكون هناك وعود، هناك اشتراطات،
الوقت يمتص كل ذلك، وهذا الخوف الحاصل الآن، التخوف من أن الوقت وعامل الزمن يمتص الحالة المقاومة وأيضا يمتص الشروط. كيف تجد نفس المقاومة اليوم وتتعامل مع هذا المعطى؟ هناك مستويين، المستوى الأول المعركة والمستوى الآخر هو الحرب. المعركة جزء من الحرب، تمام. المعركة قد تنتصر في الحرب، وهناك مشكلة موجودة في في المعركة حتى، يعني هناك اعتراف واضح من الجانب الإسرائيلي، ما دام الطرفين يقروا بأن كل طرف يقول أنه منتصر، يعني حماس تقول أنه منتصر والجمهور الفلسطيني يرى أنه منتصر، الجيش الإسرائيلي يرى أنه منتصر، أنه حقق أهداف سواء كان صادقا أم كان يعني غير صادق. هذا بمعايير بمعايير الصراعات والمعارك ويعد انتصارا سيكولوجيا أو نفسيا للطرف الضعيف، أنه على الأقل لم يهزم، لم يهزم. فالطرف القوي يرى أن ما دام الطرف الضعيف يرى نفسه انتصر على الأقل في عينه، حتى أنه لو يقول أنا حققت أهدافي فهو الأهداف الكبرى لم تتحقق. الآن تأتي جني الثمار، وهذا المشكلة أنه الثمار تجني ببيئة الحرب. بيئة الحرب يعني تحتاج إلى بيئة إقليمية حاضنة، بيئة داخلية وبيئة خارجية، وهنا تدور صراع كبير على عملية استثمار استثمار نتائج المعارك التي حدثت. البيئة التي تساعدك أحيانا على تحقيق مكاسب، يعني تترجمت المكاسب الميدانية إلى مكاسب سياسية، وهذا المعركة التي يخوضها للأسف الشديد حالة الانقسام أو حالة التخوف الموجودة من تيار فكرة المقاومة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو اسم المقاومة في الإقليم ككل، تجعل يعني تضغط على المقاومة من أجل تقليص إنجازاتها أو على تصفير الإنجازات، بحيث لا تشعر المقاومة بأنها حققت إنجاز. وهذه ما أحد يعني أربع حروب والمعركة بعد المعركة، أن المقاومة تخوض معركة مع الاحتلال وتحقق إنجازات، لكنها تخوض معركة أكبر مع الإقليم، القوى الإقليمية العربية خاصة يعني بشكل عام تسعى بكل جهدها لمنع تحقيق إنجازات وترجمة هذه الإنجازات الميدانية إلى إنجازات سياسية، وهذه المعركة الموجودة. لذلك قد يكون أحيانا أنه بعض المقدرات المتوفرة لدى المقاومة المادية لا يمكن توظيفها في هذا المعركة، انتهى صلاحيتها أو لا يمكن انتقال فيها لكسب الحرب. لذلك لابد من تطوير أدوات مقدرات نفسية لدى موجودة لدى الجمهور الفلسطيني ولدى الخصم من أجل فرض ونزع مكتسبات سياسية. أنا دعني أتوقف معك هنا، لأن عندما تقول يجب توفير أو إيجاد يعني آلية جديدة ويجب أيضا وضع بسيكولوجي جديد حتى يمكن تحقيق استثمار وترجمة كل ذلك سياسي ومعيشي وحياتي، نعم. هذا يعني يفتح لنا باب حول هل قادر المقاومة على ذلك. على كل نحاول أن نجيب على السؤال هذا في حلقات أخرى. أشكرك دكتور مأمون أبو عامر الباحث الفلسطيني المختص في الشأن الإسرائيلي والإقليمي. الشكر للزملاء في الإعداد والتنفيذ، لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.